يعني في نهاية لجنتها. دايما الإرادة الحقيقية للدولة تتمثل في الحقار بالوزارية الهامة، وأنا شايف إن سيادة الوزيرة ياسمين فؤاد الحقيقة تحمل حقيبة وزارية هامة لها تراكمات سنين كتير جدا. إحنا كتشريعيين لينا دورين. الدور الأول أنا أعتقد إن إحنا نساعد في التشريعات، يعني في مشروع قانون في لجنة الطاقة ويعد حاليا وهيتعرض على مجلس الوزراء، مجلس الوزراء هيعرض علينا، إحنا نساعد في هذا المشروع، لأن القانون القديم لم يعني أصبح لا يتوافق مع الوضع الحالي المصري. هذه واحد. الشيء الثاني إن إحنا نشوف ونكون أعين ويكون بيننا تعاون مثمر ما بين مجلس النواب وما بين الوزارة، بحيث إن إحنا نقدر من خلال هذا التعامل أن يكون النتيجة أشعر بها المواطن. أسهل حاجة في الدنيا إن أنا أنتقد، على فكرة، أسهل حاجة في الدنيا إن أنا أجرح، أسهل حاجة في الدنيا إن أنا ما يعجبنيش حاجة، ولكن تعال نبدل الكراسي، أي حد يجي يقعد مكاني وأنا أقعد مكانه، مكان وزيرك وهو يقعد مكانه، إحنا ما معناش العصاية السحرية، وأعتقد إن أي دولة في العالم حتى الثورات البلشفية، الثورة الفرنسية، الحروب الأهلية في أوروبا قعدت 300-400 سنة على أن الدول استعادت قوتها وقدرت إن يكون في منظومة صحيحة، وإحنا خارجين من ثورة عظيمة بقالنا 6-7 سنين، أعتقد إن وصلنا إليه شيء كويس، عندنا خريطة طريق محترمة، عندنا استراتيجية كويسة، عندنا الحقيقة يعني اللي فرحني او اللي يسعدني ان احنا عندنا وزيره تستطيع ان تواجه يمكن في وزراء كتير جدا، يعني الحقيقه يعني انا اوجه لهم رساله من هذا المنبر بقول لهم تعالوا واجهوا النواب وقولوا الحقائق واحنا هنبقى لنا في ايديكم عشان نبني مصر، مش جايين عشان نطلع عيون، واحنا بنجدد ثقتنا لجنه حقوق الانسان في معالي الوزيره وزيره البيئه ياسمين فؤاد وبنقول لها ايدينا مع ايديك ان شاء الله نبني مصر ويكون عندنا منظومه مهمه جدا ليك. شكرا لحضرتك.